يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي مرحبا راكم شابين اليوم اذا احبائي مرحبا بكم وانتم كذلك احبائي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا في حصه مع عمو يزيد ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا قليلا من الصبر وسوف يرن الهاتف ونكلمكم بالواحد باش تجوا تحضروا معنا هنا كما أحبائنا أحبائي تعالي بنتي تعالي عروسة تعالي بنتي تعالي واسمك الشابة سيدرا سيدرا وين تسكني سيدرا في جلفة جلفة جميلة مدينة جلفة مرحبا بك بنتي تعالي بنتي أروحي بنتي العروسة واسمك بنتي سوسن سوسن وين تسكني سوسن في بوسعادة بوسعادة جميلة بوسي عمو يزيد تحبوا عمو يزيد في بوسعادة نعم الله يبارك الله يبارك تعالي تعالي بنتي الشابة أروحي أروحي تعالي دور الكاميرا هكذا واسمك بنتي هيبة هيبة وين تسكني هيبة وين تسكن هيبة وين تسكن في تيوزو يعني تيزي وزو جميله تيزي وزو تروحي تسلمي عليهم كامل شحال تحبي عمو يزيد تحبي بزاف ولا غير شويه بزاف الله يبارك الله يبارك احبائي عمو يزيد يحبكم كامل وفرحان لكم معاه اليوم في هذه الحصه الجميله واش رايكم في بدايه كل حصه نستقبلوا الساعي البريد اللي جبناه بريد اصدقائنا الاطفال باش عمو يزيد بعد يقرا لكم في هذاك المكان اذا استقبلوا معايا صهيب ساعي البريد تحيه صهيب مرحبا صهيب واش راك وليدي لاباس لاباس خير صهيب اصغر ساعي بريد يقرا ويخدم ساعي بريد لعمو يزيد والاطفال تاعنا كامل اللي جبنا البريد تاعهم اذا جبتنا البريد نعم برافو صهيب حطوا لنا في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم احبائي في هذه الفتره هذه يوم 18 سلامة. شكرا شكرا صهيب شكرا يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية أحبائي لغة القرآن على بالكم علاش نحتفلوا بهذا اليوم كامل لما أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في هيئة الأمم المتحدة يعني ولاو في هيئة الأمم المتحدة دوني ولاو يدولوا هذه اللغة في الخطابات في التعاملات نتاعهم كامل نفتخروا بلغتنا العربية لغة القرآن يا أحبائي إذن يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية وعمو يزيد راح يدير لكم مفاجأة من بعد ويوم 19 ديسمبر كاين يوم مهم جدا خاصة بالنسبة للجزائر على بالكم بلي يوم 20 نوفمبر كنا تكلمنا عليه هو اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر منذ سنة 1989 هو اليوم العالمي لحقوق الطفل ولكن لما يديروا ميثاق حقوق الطفل لازم الدول كلها تمضيه إذن الجزائر في يوم 19 ديسمبر مضات على ميثاق حقوق الطفل إذن الجزائر غاتيفي لا شارت دي دووا دو لونفون لو 19 ديسمبر سنة 1992 ولكنها دخلت حيز التنفيذ بمرسوم يوم 19 ماي 1993 يعني بضعة أشهر من بعد إذن لازمنا نشفاو بلي الجزائر واقفة على حقوق الطفل إذن مضاو الجزائر مضات ميثاق حقوق الطفل يوم 19 ديسمبر 1992 على بالكم اللي في بداية كل حصة عمو يزيد يطرح لكم سؤال اليوم بما أننا في اليوم العالمي للغة العربية وكامل راح نطرح لكم سؤال هو سهل وصعب في نفس الوقت لازم تفكروا فيه تعرفوا الدول العربية لازم تقولوا لي كم عددها كم عدد الدول العربية في العالم ويلا قدرتو تذكروا منهم خمسة
ولكن عدد الدول العربية يكفي، وإلا قدرتوا أذكروا منهم خمسة. سهل سؤال ولا صعب؟ سهل. إذا أنتم كذلك أحبائي بإمكانكم الإجابة عن اللغز ولا السؤال بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي في انتظار الإجابة نتاعكم، نروحوا دركا نكتشفوا شخصية مهمة، محمد ابن أبي شنب، مع أسماء العلاوي. تفضلي أسماء، أعطونا تحية الأسماء. تحية الأسماء. تفضلي بنتي، تفضلي. السلام عليكم يا أطفال. اليوم سنتحدث عن محمد بن أبي شنب. ولد محمد بن العربي بن محمد أبي شنب يوم 26 أكتوبر 1869 ميلادي بمنطقة عين ذهب من مدينة نمدية. هو أديب معروف بإنجازاته بعدد من اللغات الأوروبية، وهو أول جزائري لشهادة الدكتوراه في العصر الحديث. حفظ القرآن ثم توجه إلى تعلم الفرنسية. التحق بمدرسة المعلمين ببوزريعة وتخرج منها بعد سنتين وعمره يبلغ 19 سنة فقط. انتقل إلى العاصمة ومنها إلى الجامعة الجزائرية، أين أحرز شهادة اللغة العربية. وفي سنة 1896 ميلادي حصل على شهادة البكالوريا، وارتقى في عام 1908 إلى رتبة محاضر بالجامعة. في سنة 1920 ميلادي انتخبه المجمع العلمي العربي بدمشق عضوا به، وفي نفس السنة تقدم لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة الجزائر فأحرزها بدرجة ممتاز. وفي سنة 1924 ميلادي عين الشيخ أستاذا رسميا بكلية الآداب الكبرى في العاصمة، وانتدب لتمثيل الجزائر في المؤتمرات الدولية الخاصة بالتراث العربي والإسلامي. ألف أكثر من 50 كتاباً في تخصصات شتى كانت متداولة عند العرب والغربيين، ولم ينقطع عن الدراسة والتحقيق وإلقاء المحاضرات حتى وفاه الأجل المحتوم عن عمر يناهز 60 سنة يوم 5 فيفري 1929 ميلادي. برافو 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 أسماء، برافو 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 أسماء. إذن شكراً لأسماء العلاوي على هذا البحث الجميل. أحبائي بما أننا في اليوم العالمي للغة العربية، عمو يزيد دلكم أغنية جميلة نقول فيها: لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر. تغنوا معايا لغتي. يلا كملوا معايا. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. أنت هي لغة الضاد، ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر.
ودوائر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء أحرفك خطوط ودوائر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين أنت هي لغة القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت ومن العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر برافو أحبائي برافو برافو التحقوا بالأماكن تاعكم تحبوا ألعاب الخفة إذن يلا كمل معنا دركا نروحوا مع أم مراد اللي جانا مدينة البليدة في ألعاب الخفة تفضل أم مراد تحية لعم مراد تفضل تفضل أم مراد تفضل تفضل قدمي قدمي سمير الحشد ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 سمير الحشد ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي به أرسم وبه أكتب. السلام عليكم يا أطفال. اليوم مناسبة كبيرة اللي هي عرفتوا واش المناسبة؟ وشنو هي؟ اليوم العالمي للغة العربية مالا جبت لكم هذه اللعبة هذه ياك تعرفوا تقراوا مالا كاين هذه اللعبة راح نسقسيك انت نسقسيك انت على حدة وانت على حدة داكور هاي دوك نشوفوا الاولى راح تقرا لنا واحد الكلمه بصح ما تقولولهاش واش مكتوبه يا اطفال ايه ما تقولوش واش مكتوبه خليها هي تقرا اقراي لنا تشوفي لا حلم وزه لا حلم وزه شتو استنى استنى واقيلا اني عرفت واش بيها اصبروا تشوفوا لازم لا نواضر لا هكا استنى شويه ولا تقرا مليح حكايه باش تولي تقرا مليح كيف كيف عسل نبدلوهم بدلوهم نبدلوهم خير هلا هكا خير هكذا تشوف مليح دوك نسقسي وهذا واش مكتوبه اقرا واش مكتوبه علم نار اقريتي العلم نار الحمد لله سنحي تشوفي النواظر سنحي النواظر العلم نار عاودي قراي العلم نار برافو 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 دوكا بعد صحح النظر نتاعها شكرا 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 يا اطفال شكرا حطوا نزيدوا راح نزيدوا لعبه واحده اخرى نطلبوا ثاني واحد اخر شارك اروح انت يا لا قاعد وحدك هيكا وما نشطك شو هي مرحبا مرحبا بك واسمك ادم الله يبارك ادم منين جيتنا من اي ولايه وين تسكن ادم اسمع ابو يزيد واش قال وين تسكن ولدي بليده الله يبارك ما جبتناش ورده معاك اليوم من بليده ما جبناش الازهار
ادم شوف عندي هنايا ثلاثه كتب، فهمتوا يا اطفال؟ اولا عندنا هنا هنايا كاين تنبؤ يا اطفال، راح نرميها اللي طيح عنده يخليها عنده، هاي اللي طيح عنده يخليها عنده، خليها عنده ما تفتحوهاش. لا انا طيالة يا فيفي. عندنا هنا ثلاثة كتب، ها هو شتو ادم راح يخير واحد من الكتب هذوما. عندنا كتاب الاول، شوفوا هذا فيه حقوق الاطفال، يا شتو هذا فيه كامل حقوق الطفل. وعندنا هذا باش يعلموكم الله يبارك، ايه اشغال يدويه. وعندنا هذه القصه، دوكا ادم راح يخير واحد منهم، تخير هذا صح. ادم دور الكاميرا، راح يدور الكاميرا وراح يختار كلمه من الكلمات، يختار اي كلمه. دوكا كاين بزاف كلمات لهنا، شتو راح يخير اي كلمه. دور لك الكاميرا وشوف هذه، اختار هذه يا اطفال. اروح تاي 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 اقرا لنا شو الكلمه اللي خيرها ادم، هذه مش مكتوبه؟ الطيور، خير كلمه الطيور صح. في العاب الخفه يا اطفال حتى نستعملوا كتاب، نستعملوا باش تعرفوا باللي القراءه والكتابه يا اطفال هي حاجه اساسيه جدا. الاخت فتحي تشوفي هذيك الظرف هذاك، قلنا ادم خير الطيور، فتحيها قلبي واش مكتوبه فيها؟ الطيور. برافو، شكرا ادم، شكرا يا اطفال، اقراوا مليح القراءه والكتابه، شكرا، باي باي. برافو 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 برافو. احبائي شكرا لعمو مراد على العاب الخفه الجميله. احبائي في كل حلقه نكتشف معلومه في فقره هل تعلم، تحبوا المعلومات؟ نعم. اذا مع ميليسا نكتشف معلومه مع بعض. تحية تحية لميليسا، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي ميليسا تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن جريدة الواقع هي أول جريدة تصدر باللغة العربية، وصدرت عام 1828 ميلادي على يد محمد علي باشا؟ برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. إذا أحبائي جريدة الواقع هي أول جريدة ناطقة باللغة العربية صدرت. اذا ما دامنا نتكلموا على اليوم العالمي للغه العربيه وكامل كل ما له صله بلغه القران باللغه العربيه نحاولوا نتكلموا عليه اليوم باش نفتخروا ونعتزوا بهذه اللغه اللي هي لغه القران. انا كاين واحد الفقره نحبها بزاف بزاف، تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه شيقه، حكايه الامير والقاضي، يلا معايا. إذا أحبائي في موعدكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الأمير والقاضي. واحد النهار كان واحد الأمير في واحد البلدة، سمع باللي في البلدة هذيك عنده قاضي عادل، وهذاك القاضي يحكم دائما بالعدل. قال كيفاش أنا هذا القاضي، لازم نروح أنا نتأكد هذا القاضي هذا كيفاش هو يحكم بالعدل وكامل، لازم نتأكد. راح هذاك الأمير تنكر بزي تاجر طلع فوق العود ديالو وراح يمشي للمدينة اللي فيها هذاك القاضي. يمشي من بعد صاب واحد في الطريق هكذا شغل يطلب محتاج، طلب عليه عطالو نقود. ومن بعد التاجر هذاك الأمير المتنكر بزي التاجر راح بعد عيط له هذاك الانسان اللي كان محتاج وكان كذلك معاق يمشي ما يقدرش يمشي وكامل، قالوا من فضلك من فضلك تقدر توصلني للسوق؟ قالوا تعالى ركب معه. كي ركب معه في العود لحقوا للسوق. كي لحقوا للسوق واش يدير هذاك المتسول هذاك؟
قاعد يسقي هذا جوادي هذا العود ديالي انا اللي ركبته ما حبش ينزل وكامل. قالوا بصح انا اللي ركبتك العود ديالي. قالوا لا لا العود ديالي. وخذوهم ضاربين. قالوا خلاص نروحوا للقاضي. عند القاضي هذاك اللي جا هذاك الامير يشوفوا. راحوا قعدوا يستناو هكذا. صابوا قبل منهم صابوا زوج من السكان جايين للقاضي كذلك يشتكوا. واحد قعدوا يشوفوا واش هي القضيه تاعهم. واحد يبيع السمن. جاء عنده واحد النجار. جاء عنده النجار قال له باش يشري عليه السمن. كي جا يعطي له النقود هكذا كان عنده واحد الكيس تاع النقود معمر هكذا جبد له الدينار هكذا. واش دار هو خدا كامل هذوك النقود وقال لهم هذو دياولي دياولي حب يسرقني حب يسرقني. قالوا بصح دياولي هاد الدراهم. قالوا لا 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 لا. قالوا حب يسرقني حب يسرقني. ومن بعد قاعد يشوف الامير هذاك واش يدير القاضي. قالوا خليوا النقود هذه هنا ورجعوا غدوه. خلاص. ومن بعد دخل هذاك التاجر اللي هو الامير في الاصل مع المتسول هذاك. دخلوا عند القاضي قالوا انتم واش بكم. قالوا فوالا. قالوا انا ركبته في العود بعد ما حبش ينزل. قالوا العود ديالي. قالوا خلاص خلوا العود هنا ورجعوا غدوه. راح هذاك الامير المتنكر في زي التاجر ورجع غدوه. رجع غدوه قاعد يستنى. شافوا كيفاش يتعامل مع القضايا. شاف هذاك كي دخلوا بائع السمن والنجار مباشرة قال لهم النقود تاع النجار. بائع السمن عاقبوه. حار هذاك الأمير قال كيفاش عرف. ومن بعد عاقبوه هذاك بائع السمن وعطاو الدراهم للنجار وراحوا. ومن بعد دخل الأمير مع هذاك المتسول. قال لهم تعالوا معايا. واش يدير القاضي هذاك دار الفرس هذاك داروا معاه 20 فرس 20 جواد. قال لهم شكون يقدر يتعرف على الفرس ديالو. راحوا التاجر تعرف على الفرس تاعو وحتى المتسول شفع العود هذاك وتعرف عليه. بصح القاضي واش قال لهم؟ قال لهم الجواد تاع التاجر رجعوه له والمتسول عاقبوه. ومن بعد كي خرجوا التاجر رجع عند القاضي قال له كيفاش عرفت؟ قال له الدراهم هذاك بائع السمن قال دياولي والنجار قال دياولي. قال له درتهم في جره تاع الماء بيتهم في الماء. قال له كان زعما هذوك الدراهم تاع بائع السمن كانوا يكونوا فيهم السمن يعني لو غرا يعني راح يطفوا على بالكم كي يكون الزيت في الماء يطلع دائما للفوق. خلاهم باتوا هكذاك من بعد شاف بلي الزيت ما طلعش يعني ما تمسوش بالسمن يعني دراهم تاع النجار. قال له بصح وانا الجواد كيفاش عرفت؟ قال له الجواد لما جيت لعنده انت كي اقتربت منه لانه الجواد اباكم وفي الحصان. قال له عارفك. قال له دار لك هكذا براسه دار لك هكذا. وكي قرب منه متسول دور راسه هكذا. قال له عرفت بلي الجواد ديالك. قال له مالا انا الامير. قال له انا مانيش تاجر. قال له سمعت عليك وجيت باش نتاكد. قال له قل لي باش نكافئك. قال له لا لا مولاي انا درت غير خدمتي ما تكافئني ما والو. عمو يزيد الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة أن الإنسان الصالح لا يحتاج مكافأة على أداء عمله بصدق. برافو برافو. تصفيقة تصفيقة على أبو بتصفيقة. إذن أحبائي الإنسان الصالح اللي يتقن العمل تاعه ويدير العمل تاعه بصدق لا يحتاج إلى مكافأة لأنه صادق في عمله. يا أخي أحبائي يلا معايا أرجعوا لأماكنكم. إذن أحبائي كما شفتوا في الحكاية الإنسان الصالح والصادق ما يحتاج مكافأة على العمل تاعه لأنه يحب العمل تاعه. إذا إن شاء الله يا أحبائي أنتم أصدقائنا كذلك تكونوا تحبوا العمل تاعكم وتتقنوا العمل تاعكم. يا أخي أحبائي برافو. الحقنا درك واحد الركن نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي تعالي 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 بنتي أرواحي قاعدة بنتي. واسمك بنتي؟ آلاء. آلاء. آلاء وين تسكني آلاء؟ في الجزائر في العاصمة. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. حكينا النكتة تاعك بنتي. كان واحد الطفل تأخر عن المدرسة. راح المدير قال له وعلاه جيت متأخر؟ قال له كان بابا يضرب فيه خويا. قال له انت واش دخلك فيه؟ قالوا كان يضربوا بصباطي. ما حدوش صباط. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. تعال وليدي تعال تعال تعال. اقعد. واسمك وليدي؟ اس.
أنس وين تسكن أنس؟ في شلف. في شلف، الله يبارك. وش عندك في يدك أنس؟ عالم. عالم لمن هذا العالم؟ لعمو يزيد. لعمو يزيد. أوه، عالم الجزائر. أوه برافو 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 ولدي، شكرا. اللي بوسال عمو يزيد. شكرا ولدي، شكرا 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 شكرا. تعالي بنتي، روحي بنتي، تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ سوسن. سوسن، وين تسكني سوسن؟ في بوسعادة. في بوسعادة، خيار الناس بنتي، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 6 سنين. 6 سنين؟ إيه. وشاطرة هكذا؟ الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد الخطرة واحد الولد قال لماماته وين زدت؟ قالها، قالت له ماماته زدت في سبيطار. قالها علاش؟ كنت مريض. برافو 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 برافو. تعالي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين، وين تسكني سيرين؟ في بليدة. في بليدة؟ الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد جو ثلاثة، واحد ألماني، واحد أمريكي، واحد مغربي. هذه المرة تفري لهم شغالتهم. راحت الأمريكي قالت له أنت على عام تولي مرفه. راح قال الألماني قالت له أنت على عامين تولي مرفه. المغربي قالت له أنت على خمس سنين بك توالف. توالف من بعد. برافو برافو برافو. تعال 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 تعال، أروح. تعال تعال تعال، أروح. أقعد أقعد. واسمك؟ آدم وصالو. محمد آدم. محمد آدم. وي. شحال في عمرك؟ 4 سنين. وبالعربية؟ 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. برافو برافو. تقرا في تحضيري ولا مازال؟ مازال. راك حاب تدخل تقرا؟ وي. تحب تقرا؟ وي. هيا برافو برافو. تبوس العمو يزيد؟ برافو. عجبتك الطوموبيل هذيك؟ وي. هيا بس. هيا روح وليدي، روح تلعب فيها. برافو برافو. تك تك تك. تعالي بنتي، اروحي. تعالي 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 الشابة، تعالي. واسمك بنتي؟ اسمي لينا. لينا، الله يبارك. شحال في عمرك لينا؟ 10 سنوات. 10 سنين. وين تسكني بنتي؟ في البوليدة. في البوليدة، مدينة الزهور، الله يبارك. حكينا النكتة تاعك بنتي. زعما واحد الزوج ولاد كانوا يلعبوا. واحد كان يقرا في الكتاب والاخر كان يلعب باللاستيك. هذاك اللي كان يقرا في الكتاب قال للخوه، قال له واش هي اطول كلمه في القاموس؟ قال له اللاستيك، على خاطر نقدروا نجبدوه. برافو برافو برافو. شكرا احبائي، شكرا. لحقنا دركا الركن الرسائل. اذا تاتا فيفي، اعطينا رسائل تاع اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا وجابهم لنا الساعي البريد سهيب. وانتم يا احبائي اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا. تحيه لتاتا فيفي. شكرا 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 شكرا. اذا الرساله الاولى، برزيقة خديجة هاجر 16 سنة من مدينة باريس دو باري. قالت لكم السلام عليكم، جو سوي لا مامون دو خديجة. جو فولي فو دير كيل فو زام بوكو اي كيل فو زابيل بادي. جو فولي سافوار سي فو زافي ان سبيكتاكل ا باري، جو رامينري ما في سا لو فرا تري بليزير. جو فو سويت بوكو دو سوكسي بوكو دو فورس. دونك خديجة هاجر يماها قالت لنا بنتي تحبكم بزاف بزاف من باريس، ويحبوا يفهموا اذا كان عمو يزيد راح يزور فرنسا ولا الدول اللي فيها الجاليه الجزائريه. بالطبع اذا ان شاء الله نزوركم عن قريب في جوله لجاليتنا كامله اللي حابه تشوف عمو يزيد وحفلات عمو يزيد. نزوركم قريبا وشكرا على المراسله. مازوزي احمد ياسين، مدينه سور الغزلان ولايه البويره. قال لكم السلام عليكم يا عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا ودائما أتابع حصتك وأتمنى أن تقرأ رسالتي، وشكرا لك على دعمك للطفولة. إذن مازوزي أحمد ياسين سور الغزلان، عمو يزيد يحبكم 14 سنة في عمره ويحب عمو يزيد، وشكرا لك. إذن الرسالة المولية، بخاري شيماء 12 سنة مدينة مستغانم.
أنا من مستغانم أحب حصة مع عمو يزيد وأتابعها بشكل دائم، أتمنى أن أحضر معكم الحصة ومعي إخوتي عماد الدين وزكريا. إذن شيماء بنتي 12 سنة مستغانم سوف نستضيفك أنت وخوتك في زوج. عمو يزيد يحبكم يحبكم يحبكم. إذن سلامي هبة 9 سنوات مدينة الجلفة. أنا هبة أحب برنامج عمو يزيد وأتشرف أن أكون معكم في الحصة في يوم من الأيام. أنا تاني نحبك بنتي، برافو برافو برافو. إذن سلامي هبة بنتي 9 سنوات، برافو 9 سنوات، عمو يزيد تاني يحبك. إذن الرسالة الموالية، يحيى إيمان 12 سنة مدينة تلمسان، شكرا على هذا البرنامج الممتاز يا عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا، أنتم ترفعوا علينا وتمسحوا لنا أحزاننا، هذا برنامج يستحق أفضل جائزة وأنا أتابعكم يوميا لأنه يحفظ لأنه جميل وأغانيك أجمل. برافو برافو يحيى إيمان تلمسان 12 سنة، عمو يزيد كذلك يحبكم بزاف بزاف بزاف. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة. درك الحقنا للجواب عن السؤال، شكون اللي عنده جواب؟ جواب جواب. إذن ما هو عدد الدول العربية؟ وإلا قدرتوا أذكروا 5 منها. تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ اسمك هديل خديجة. اسمك طويل، احنا نعيطوا لك هديل ولا خديجة؟ هديل. هديل الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في وهران. في وهران، وهران الباهية. الله يبارك الله يبارك بنتي، تسلمين عليهم كاع كي تروحي. إذا بنتي ما هو عدد الدول العربية؟ 23 دولة. برافو برافو، تفيق عليها تفيق عليها. أرواحي أرواحي بنتي مازال ما كملناش، تعالي تقدري تذكري منها 5؟ نعم. قولي لنا. فلسطين، سوريا، الجزائر، السعودية، مصر. برافو، قعدي قعدي مازال مازال. أرواحي باينة بلي شاطرة أنتيا. الدول العربية توجد على قارتين فقط، ما كانش في القارات الأخرى، كاين في قارتين، تعرفين شكون هما؟ مثلا احنا وين احنا؟ افريقيا. افريقيا، ومثلا المملكه العربيه السعوديه وين؟ في اي قاره؟ اسيا. برافو. اذا الدول العربيه 23 دوله، منها 11 في قاره افريقيا و12 في قاره اسيا. برافو بنتي، اعطيني الهديه تاعها، اعطيني الهديه تاعها. اذا بنتي شركه شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهديه المتواضعه على شطارتك. شكرا عمي. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. اذا هذه شاطره بزاف بنتي، برافو برافو برافو. 23 دوله عربيه نعتز بها كامل خوتنا، وعندنا اشياء عديده مشتركه. احبائي في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا، وانتم إذا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر البريد بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان صندوق بريد 42000 ستوالي الجزائر العاصمة. اليوم معنا طاهر عيسى أيوب مدينة وهران. تعال ولدي تعال، وشك ولدي لاباس؟ احنا نعيطوا لك عيسى ولا أيوب؟ أيوب أيوب. إذا أيوب احنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروح يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات،
لازها نظرة غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد يشعل لك الشمعة وانتم تديروا معايا العد التناسلي. إذن 9 8 6 5 4 3 2 1 طفينا الشمعة. برافو 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 برافو. أعطيني الشهادة تاعو. إذن وليدي طاهر عيسى أيوب عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى. أعطيه الهدية تاعو. أعطيه الهدية تاعو. إذن وليدي كما وعدناك عمو يزيد وشركة رامي يعطوك هذه الهدية هذه الجميلة إن شاء الله تستفاد بها. أك فرحان وليدي؟ الله يبارك الله يبارك. إذا الهدية راهي هنا باش كي تكون رايح ديها معاك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. بينا باش نشاركوا في هذه الحصة التربوية الترفيهية للأطفال توعنا. سجلت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعمو يزيد اللي هو www.amoyazid.com. توجه بجزيل الشكر إلى سيد عمو يزيد وإلى الطاقم العامل على هذه الحصة. فرحت أولادنا ويعطيكم الصحة ونشكر جزيل الشكر عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. قالوا هلموا إلينا الضم مع عمو يزيد.